أعزائي طلبة وطالبات تانية ثانوي، أهلا وسهلا بكم في قناة مستر محسن. بنكمل حلنا لامتحانات كتاب جم محافظات، وعندنا النهاردة إن شاء الله محافظة أسوان، إدارة أسوان التعليمية. يلا نبدأ مع بعض. هنبدأ أول حاجة بالمحادثة، والمحادثة هنا بنتكلم عن منى is at home with her family. منى في البيت مع عائلتها. هنقرا المحادثه ونقرا الحل، ودايما المحادثه زي ما قلنا هنقرا كل المواضيع عشان نفهم ازاي نحل، والحل بتاعنا بنقرا السطر الاولاني او سطرين قبل المحادثه، قبل الكلمه اللي احنا عاوزين او الاجابه اللي احنا عاوزينها، وبعدها عشان نوضح بشكل جيد ازاي هنفهم. اولا منى بتقول I'm doing some research about people's holiday for school. Can I ask you some question؟ يعني بتسألهم ان هي عندها ان هي عندها بحث في المدرسة عن الاجازات، اجازات الناس، وعاوزة تسألهم بعض الاسئلة. فبتسأل سؤال بالنسبة لمامتها، بتقول لها sorry، وممكن نقول it's a good idea why you don't ask grandfather، يعني ممكن كذا إجابة ليها. بعدين منى بتقول why you don't ask your grandfather، ليه ما تسأليش جدك. منى بتقول may you answer a few question please grandfather، جدي ممكن تجاوب على الأسئلة من فضلك. قال لها no I don't mind I haven't any مش يعني هو عندوش أي مشكلة. فبيقول no I don't mind I don't mind يعني ما عنديش أي مشكلة. أوكي. فمونة بتسأله سؤال، فبتقول له where are you going to have dream holiday، يعني الإجازة اللي بتحلم بيها ممكن تروحها فين. جدها جاوب قال I am going to have my dream holidays in England، يعني ان انا هقضي الاجازه بتاعتي في انجلترا، الدريم هوليداي اللي بحلم بيها. بعدين منى بتسال سؤال، فبتقول له where you prefer to stay where would you prefer to stay there، يعني انت تفضل انك انت تقيم فين هناك. قال I'd prefer to stay in hotel، يعني انا بفضل اقامه في فندق. بعدين father بابا منى فبيقول I have always wanted to go to England too، أنا دايما عاوز أروح لإنجلترا. Let's go in the summer، يلا نروح في الصيف. فمنى بتقول amazing رائع، ومذر بتنهي بتقول what a good idea، هو idea مكتوبة بس بنقول what a good idea، يا لها من فكرة رائعة. وكده ننتهي من المحادثة وننتقل إلى السؤال الخاص بالمواقف. عندي أربع مواقف. الموقف الأول بيقول your sister asks you to help her with some homework but you are very busy. هنا نلاحظ برضو الموقف ده تكرر أكتر من مرة في الامتحانات، فأنت هتقول sorry I can't I am very busy، وممكن تقول sorry I apologize I am very busy. Number two you suggest that a friend read that book because it is exciting، تقترح على صاحبك ان هو يقرأ الكتاب ده لان هو كايت. فقوله why don't you read this book it's so exciting، ده من ادوات الاقتراح. Number three tell your younger brother that should eat red meat but not too much، قول اخوك الصغير ان هو ياكل لحمة حمراء بس مش كتير. فاقول له if I were you I would eat some red meat، هنا حطيت if I were you الحالة التانية، حالة if التانية دي للنصيحة المهذبة. Number four your sister is going to have lunch her hands are not clean، الموقف ده تكرر برضو كتير. فهي عاوزة تاكل بس ايديها مش نظيفة. فأقول you must wash your hands before you eating or you will be out، ده بالنسبة للسؤال بتاع المواقف. وبكده ننتهي منه وننتقل الى السؤال الخاص بالاختياري، وعندي 16 نقطة. هنقول احنا اخترنا هنقول الشيء ونقول احنا ليه اخترنا. الجملة اللي
قلت لكم قبل كده اتكررت كتير، الخاصة ب need to. need to هي جملة بتقول we، وهنختار need to paint the house it hasn't been painted for many years. الجملة دي تكررت كتير وهنختار need to. number two هنختار can. can لان القطة هنا تستطيع، القطط تستطيع ان هي تصيد الطيور والفئران لكنها لا تستطيع انها تطير. number three هنختار arriving لان ده الاسم الفاعل. number four هنختار starvation يعني يموتوا بسبب المجاعة. number five هنختار at لان good at يعني ماهر فيه او جيد فيه. number six هنختار advisable. advisable يعني منصوح به. number seven هنختار had you been leaving. had you been leaving لان ده سؤال وهنلاحظ ان الجملة دي تكررت كتير. الجملة بتقول where had you been living اللي احنا اخترناها before you moved to Cairo، اين كنت تسكن قبل نقلك للقاهرة او قبل استقرارك في القاهرة. number 8 هنختار remote. remote تعني نائي، فالجزيرة نائية لان احنا خدنا يومين للوصول اليها. number 9 هنختار will be studying. دي تكررت برضو اكثر من مرة. هنقول next year my brother will be studying medicine at university بنفس اللفظ. number 10 هنختار decreased يعني الزائرين قالوا من 5 مليون ل 2 مليون. لاحظ برضو ان decreased بتيجي كتير، decreased هي اخرها دي. number 11 هنختار she had gone لانها كانت في زمن الماضي وحولناها لزمن الماضي التام. number 12 هنختار accommodation يعني مساكن. number 13 هنختار said. ليه هختار said؟ لان مفيش عندي مفعول به. نعم انا حذفت ذات بس ما عنديش مفعول به ما ينفعش استخدم told، لذلك اخترت said. number 14 هنختار assure يعني على الشاطئ. number 15 هنختار gets annoyed easily، دي معنى irritable person يعني شخص سريع الغضب. number 16 هنختار majority يعني اكتر من النص، يبقى majority يعني اغلبية. وكده ننتهي من الجزء الخاص بالاختياري وننتقل للجزء الخاص ب التصويب الخطأ. عندي اول خطأ بالاحمر هي عندي fertile يعني خصب، والصواب هي fertilizer يعني المخصبات او الاسمدة. crop هي خطأ في الثاني، والتصويب grew. الثالث on لما منفعش اقول interested on، هي اسمها interested in. pack خطأ pack والصحيح package. number 5 yesterday هي خطأ والتصويب بتاعها خطأ yesterday. number 5 والتصويب بتاعها the day before لأننا هنا في السؤال الغير مباشر. number 6 would go هي الخطأ والتصويب goes لأن دي حالة if الصفرية. العادة اللي أنا بعملها زي ما أقول Ali if Ali feels tired لو Ali متعب he usually بستخدمها مع المضارع البسيط، فهنقول goes to bed. وبكده ننتهي من السؤال الخاص بالتصويب وننتقل لقطعة الفهم reading comprehension. القطعة دي جميلة جدا من أجمل القطع، بتتكلم على شخصين شافهم الكاتب ده، شاف شخصين بيطلبوا مال، واحد ملابسه قديمة والتاني لابس بدلة. الأول بيطلب فلوس فغالبية الناس ما بتدهوش، التاني بيوقف الناس politely بشكل مهذب بيسألهم ان هو عاوز يملأ بنزين للعربية، فبيطلب منهم. طبعا التاني لم فلوس اكتر من الاولاني وبيسجل الكاتب ملاحظاته. بالنسبة للسؤال الاولاني how did the two men
look different. كيف هم مختلفين الشخصين؟ The first was wearing old clothes and the other one wears good looking clothes. كان بيلبس هدوم او ملابس شكلها جيد اللي هي السوت البدلة. Number two. What did most people give the money wearing suit? ماذا غالبية الناس بيعطوا ايه للشخص اللي هو لابس بدلة؟ Most people gave him coins and notes. بيعطوا له coins اللي هي العملات المعدنية ونوتس العملات الورقية. Number three. يعني فلوس معدنية وفلوس ورقية. Number three. How did the writer express what he had seen in the end? كيف عبر الكاتب عن ما رآه في النهاية؟ He showed that it was strange that the good-looking man got more money خطأ than the older one, the other one in the old clothes, who needed money more money. هنا بنقول ان الكاتب اوضح ان هو من الغريب ان الشخص اللي هو مش محتاج الفلوس كتير اللي هو لابس بدلة قدر ياخد فلوس كتير وهو مش محتاجها، لكن الشخص اللي هو محتاج الفلوس ما خدهاش. Number four. What does the underline sentence means? Underline sentence اللي هي most walked persons, most walked past. It means that most people didn't give money to the man in old clothes. يعني الناس غالبية الناس ما ادوش للشخص اللي هو لابس ملابس قديمة فلوس كتير. بننتقل الى السؤال الاختياري في القطعة. Number 5 احنا هنختار او A، هما رقموها ب A و B. Number A هنختار It was put to make people give him money. يعني ليه هو حط الطاقية بتاعته او الهات قدامه عشان الناس تديله فيها فلوس. Number 6 او B. The man in the suit didn't go to buy petrol. يعني الشخص اللي هو كان لابس بدلة ليه مشتراش بترول او مشتراش بنزين؟ السبب as he was a knave لان هو محتال او نصاب. كده ننتهي من القطعة وننتقل للcritical thinking وعندنا 5 اسئلة. السؤال الاول بيقول do you think social media is a good thing or bad thing؟ هنجاوب اجابتين للسؤال ده. بيقول I think it's good because we can keep in touch with our friends and share with them some information and some photos. جيد لان احنا بنقدر نتواصل مع اصدقائنا وبين نشارك معهم المعلومات والصور. وbad thing لانه I think it's bad because it has had lots of fake news لان فيها اخبار مزيفة كتير. Number two, why shouldn't we leave food cooking in the kitchen? السؤال ده تكرر اكتر من مرة. Because it can cause a fire. لانه ممكن يسبب حريق. Number three. What do you think is the worst problem mass tourism can bring? ده برضو السؤال تكرر. ايه اسوأ مشكلة ممكن تأتي بها السياحة سياحة المجموعات؟ The pollution which is produced by the buses and cars that transport the tourists. Number four, how should we teach people about the dangers of working on computer? ازاي نبلغ الناس او نعلم الناس الاخطار، نعرفهم الاخطاء اللي بتستمر من عمل على الكمبيوتر. By teaching that information in school, teaching them the information in a school and workplaces and by advertisement through TV and social media. ان احنا نبلغ الناس بالاخطار دي من خلال اماكن العمل، المدرسة واماكن العمل، ومن خلال اعلانات بتكون في التلفزيون وفي السوشيال ميديا. Number 5.
What will happen if the world becomes much warmer? إيه اللي هيحصل لو العالم بقي أكثر حرارة؟ The sea levels will increase and it will cause more floods which will destroy crops and increase the number of homeless. يعني منسوب البحار هيرتفع وهو ممكن هيسبب الفيضانات ويدمر المحاصيل ويزود عدد المشردين. ده بالنسبة للcritical thinking. ننتقل للسؤال الأسئلة الخاصة بالقصة. عندي 5 أسئلة. السؤال الأول بيقول Why did the giants put Gulliver's bed inside a cupboard? ده سؤال طبعا اتكرر كتير وبنقول because there were ليه وضعوا العمالقة السرير بتاع Gulliver's داخل الدولاب. Because there were 2 rats the size of large dogs attacked Gulliver's while he was staying on the bed of giants. لأني كان في فأرين كبار هجموا Gulliver's وهو موجود على سرير العمالقة. Number 2. Why was a farmer so willing to sell Gulliver's to the queen? ليه أصر أو كان محتاج ان هو يبيع Gulliver's للملكة؟ Because he thought that Gulliver's was ill and would die soon. ان Gulliver's كان مريض. اعتقد ان Gulliver's كان مريض وان هو هيموت قريب لذلك هو باعه. السؤال ده طبعا اتكرر كتير. Number 3. Why did the king of Brondingnag carpenters make Gulliver's a house with soft wall? ليه نجار الملك عمل لجاليفرز البوكس بتاعه اللي هو يقعد فيه من الأسوار بتاعته أو الحيط بتاعه عمله soft؟ بسبب because when anyone carried the Gulliver the house Gulliver wouldn't hurt himself. لأن لو أي حد شاله Gulliver's ما يصابش نفسه. Number 4. Why did the king of Brondingnag think of Gulliver's country? هنا معناها why, بس اعتقد ان هو السؤال ده في خطأ. المفروض هي what مش why, بس جاوبنا على why فبنقول because he wanted to know about Gulliver's country has never been abroad. بسبب ان هو كان عاوز يعرف عن Gulliver's, عن بلد Gulliver's, ان هو ما سافروش برا خالص برا بلدهم. Number 5. Why did the captain laugh at the first sailors who went to look at the box which was on the sea? ليه سخر القائد السفينة او القبطان اللي هو توماس ليس خير من البحارة اللي راحوا شافوا البوكس؟ Because they were frightened when they saw a big box floating on the sea. لأن هم كانوا مرعوبين أو خايفين من البوكس أو الصندوق اللي موجود في البحر. ننتقل للسؤال الخاص بالمقولة والسؤال بيقول I prayed that the servants could get me down before the wind blew me off the roof. انا دعا ان الخدم او الخدام بتوع الملك بتوع القصر ان هما ينقذوه ينزلوه قبل ما الرياح تهب على سطح القصر. مين اللي قال كده؟ Who said that? طبعا Gulliver قال كده. Number 7. What were the servant going to do? El servant كان المفروض يعملوا. They were going to rescue Gulliver's after the monkey had taken him away over the roof. كانوا بينقذوا Gulliver's بعد ما القرد كان خده للروف لسطح القصر. Number 8. Why did the speaker pray? ليه كان بيدعي Gulliver? Because he was on the top of the palace and if the wind had blown before he was rescued he would have fallen down and died. لان هو كان في اعلى قمة القصر على السطح ولو هبت الريح في اي وقت قبل ما ينقذوه هيقع
أسفل القصر وهيموت. ده بالنسبة لجاليفر ترافل. وننتقل إلى الجزء الخاص بالكتابة والباراجرافز. الباراجراف الأول عن السياحة: The importance of tourism of Egypt to Egypt. السياحة، أهمية السياحة لمصر، وده مهم جدا لأنه هو تكرر كتير واحتمال يجي في الامتحان. Tourism is very important for Egypt. It is the second source of hard currencies. Egypt has a lot of variable attractions which can make Egypt the first tourist destination all over the world. There are ancient monuments in Cairo and Upper Egypt like Luxor and Aswan. As well, Egypt has wonderful beaches in Sharm el Sheikh and Hurghada on the Red Sea. In addition, Coptic and Islamic monuments all around Egypt. Many Egyptians depend on tourism to earn their living, so we have to encourage the tourism. We need to keep Egypt very clean and to welcome warmly all guests who come to visit Egypt. We have to help them and show them the real Egypt. That's our duty. Let's invite everybody to visit Egypt. ده بالنسبة للخاص بأهمية السياحة لمصر. السياحة هي مصدر الدخل أو مصدر التاني للعملة الصعبة في مصر، والناس بتكسب أرزاقها من السياحة. فعشان كده احنا لازم نشجع السياحة، واحنا عندنا حاجات أو أماكن جذب بتخلينا من أفضل دول العالم في مجال السياحة. بالنسبة للتاني، الموضوع الثاني doing sport is very important. ممارسة الرياضة هو أمر مهم. To live healthy عشان تعيش بصحة you have to do two things. The first to eat healthy food and the second to do sport. هنلاحظ هنا الجملة الأولى المفروض healthy يعني بصحة مش healthy. Second to sport. The human body was created to move. There are many benefits of doing sport. Lose weight, be fit, be strong, have a strong heart, and avoid any disease related to overweight and heart problems. Overweight يعني زيادة الوزن. Heart problem مشاكل القلب. There are many ways to do sports. There are individual sports, رياضات فردية like tennis, table tennis, taekwondo, judo, bodybuilding, كمال الأجسام, weightlifting, رفع الأثقال, running, الجري, walking, المشي, and swimming, السباحة. They depend on just a person to practice it. In other hand, there are team sports like football, the most popular sport in the world. أكثر لعبة شعبية في العالم. Handball, basketball, volleyball, hockey, and water polo. They depend on a team to practice it. It's very important to cooperate all members of the team to win. Whatever sport you choose, all are useful in case if you stick to the rules. Don't forget you should always have a sportive spirit. يعني الروح الرياضية. بنقول ان احنا عشان نعيش بصحة لازم يكون نعمل حاجتين في الحياة، ان احنا ناكل طعام صحي وان احنا نمارس الرياضة. جسم الانسان خلق عشان يتحرك، واتكلمنا على الحاجات الأوجه الاستفادة من الرياضة: فقدان الوزن وبيفت لائق بدنيا وكون قوي وما بعانيش من أي مشاكل في القلب أو زيادة الوزن النتيجة عن زيادة الوزن أو عن القلب أمراض القلب. وفي طرق كتير لممارسة الرياضة. عندنا الألعاب الجماعية والألعاب الفردية، وذكرنا إيه هي الألعاب الجماعية والألعاب الفردية، وإن أهم شيء في الألعاب الجماعية إن لازم كل أفراد الفريق يتعاونوا عشان يفوزوا. كل الرياضات مفيدة، أهم حاجة لازم نلتزم بالقواعد الخاصة بيها، وما ننساش دايما الروح الرياضية. وبكده ننتهي من الرايتنج ونتجه للترانسليشن والترجمة. الترجمة عندنا اتنين من
انجليزي العربي. اول واحده بنقول the to what extent has modern technology affected our lives positively, الى اي مدى اثرت التكنولوجيا الحديثه على حياتنا بشكل ايجابي. Number two, we have to finish our school project before next Thursday. يجب أن ننهي مشروعنا المدرسي قبل الخميس القادم. من عربي من إنجليزي من عربي الإنجليزي أول واحد بنقول يعتقد العلماء أننا نستطيع أن نستخدم الكهرباء في سياراتنا في المستقبل. Scientists believe that we can use electricity in our cars in the future. Number two, أصبح الكمبيوتر شيئا في غاية الأهمية في حياتنا. Computer has become very important in our life. وبكده ننتهي من حلنا لمحافظة أسوان. دايما التعليم متعة مش ضغط نفسي وعصبي. نجاحك بيكون بإيدك, يكون عندك التزام وعزيمة وإرادة وإصرار وثقة بالنفس. أتمنى تكون استفدتم بالمعلومات الموجودة في الفيديو ده. وإن شاء الله على فيديوهات جاية. شكرا.